اهلا بكل متابعي منصات اليوم السابع في كل مكان في نشرة لأهم وآخر الأخبار بنقدمها لكم من اليوم السابع. اهلا بحضراتكم وإلى العناوين. الوطنية للانتخابات تسمح لراغب الترشح في الشيوخ بتوقيع الكشف الطبي من اليوم. البابا توادرس صلوا لأجلي في هذه الظروف الصعبة. الداخلية تضبط طالبا لتسريبه الامتحانات عبر واتساب. وإلى التفاصيل، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم السماح لراغبي الترشح في انتخابات مجلس النواب أو في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من اليوم، والتوجه لأي من المستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة حتى يتسنى لهم استيفاء أوراق الترشح في المواعيد التي حددتها الهيئة. نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالب بأسيوط لإدارته مجموعات على واتساب لتسريب الامتحانات بعدما رصدته الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية. الطالب المسؤول أسس مجموعات عبر تطبيق المحادثات الإلكترونية واتساب ونشر عليه أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي اللغة الإنجليزية وديناميكا. وننتقل معكم إلى المجمعات الاستهلاكية. تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من المنتجات واللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيه للكيلو، كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي حاليا بسعر 65 جنيه للكيلو بدلا من 63 جنيه، في حين أن أسعار الأسواق الأخرى تصل إلى 75 جنيها. وجه البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة خلال الفيديو مسجل على صفحته، صفحة الكنيسة الرسمية، قال فيها: صلوا لأجلي ولأجل الكنيسة. فالأب البطريرك يحتاج الصلاة ترفع في الصباح والمساء في مثل هذه الظروف الصعبة. كان البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد عقد لقاء مع أساقفة وكهنة الإبراشيات في صعيد مصر عبر الفيديو كونفرنس ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الكهنة والإبراشيات حول مصر. وننتقل معكم إلى الشأن العالمي. ذكرت مصادر ليبيا بمغادرة عدد كبير من القوات التركية لقاعدة الوطية الجوية الواقعة على مسافة 140 كيلومتر غرب طرابلس، وذلك بعد أن تكبدت خسائر كبيرة جراء الضربة التي استهدفت القاعدة وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع جوية تركية. ما زلنا مع الشأن العالمي نتابع معكم. قال محمد وداع القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا ما تسبب في نقص حصة المياه في السودان، مؤكدا أن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء وفقا للصحف المحلية السودانية. واقتصاديا في هذه النشرة، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن نشاط الأعمال في مصر انتعش خلال شهر يونيو الماضي في الاقتصاد الذي خرج لتوه من الإغلاق الذي تم فرضه على مدار الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا. وقالت الوكالة إن النشاط في القطاع الخاص غير النفطي عاد إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 44.6 في يونيو من 40.7 في مايو، يظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش. ونتابع معكم في أخبار الرياضة المحلية. تأكد غياب أحمد فتحي وشريف إكرامي لاعبي الأهلي عن الفريق خلال الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدوري هذا الموسم، بناء على قرار من اتحاد الكرة بعد الاستقرار على فتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجاري بأربعة أسابيع حسب تعليمات الفيفا. وما زلنا معكم مع الكرة المحلية. تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري بعد استئنافه في 7 أغسطس المقبل. ونتابع معكم في الأخبار العالمية. نجح فريق ريال مدريد في تعزيز صدارته في الدوري بعد فوزه على مضيفي أتلتيك بلباو بهدف من ركلة جزاء، واستعادة برشلونة نغمة الانتصارات بفوز عريض على مضيفه فريق فياريال بنتيجة 4-1. وفنيا في هذه النشرة، دخلت الفنانة رانيا يوسف على خط أزمة التحرش التي أثارت الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها ستواصل فضحها للمتحرشين. ونشرت رانيا عبر حسابها على انستغرام فيديو لأغنية حلوة يا بلدي، وعليها مشاهد لنجمات مصريات كنا يرتدين البكيني والمايوهات دون أن يتحرش بهن أحد. نعت الفنانة الكبيرة سهير رمزي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام الفنانة الراحلة
رجاء الجداوي، حيث نشرت صورة للراحلة تجمعها بها وقالت: رحلت الصديقة الغالية، رحلت الهانم رجاء الجداوي، حبيبتي الغالية، إن شاء الله في الجنة، الله يرحمها. ونتابع معكم في نهاية هذه النشرة أخبار الطقس، وتتوقع الدكتور محمد شاهين أو يتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات مقابل انخفاض في نسبة الرطوبة. وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة تلفزيونية اليوم الاثنين أن ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب مدن ومحافظات البلاد يعزز الشعور بارتفاع درجات الحرارة سواء ارتفعت الحرارة أو حتى انخفضت. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، أما أسوان فالعظمى 41 والصغرى 27. ومع أخبار الطقس نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لكم على كرم المتابعة، كنت معكم هشام عبد التواب. شكرا لحضراتكم، كنت معكم نسرين فؤاد، وأعد هذا الموجز أو هذه النشرة أحمد الجعفري. إلى اللقاء. إلى اللقاء.